اهلا بيكم معانا، واول فقره من فقرات نهارك سعيد النهارده هتكون مع نموذج مصري نسائي مشرف جدا. هي الحقيقه دارسه جغرافيا وعملت ابحاث كثيره عن يعني انقاذ البحيرات في مصر، وتحديدا بحيره البرولوس، حازت على المركز الثالث من اليابان تحديدا عن تطبيق التجربة دي على بحيرة البرولوس عن طريق الاستشعار عن بعد. بس ندى كمان ليها نشاط مجتمعي، يعني مش بس بتشتغل في مجال معين أو مجال دراستها، هي كمان ليها نشاط مجتمعي منه ده. تعالوا نعرف مصر عاملة حملات سياحية للتعريف بأماكن سياحية كتيرة في بلدنا وما أكثرها يعني. فنموذج الحياة جميل جدا يا ندى، برافو عليكي وصباح الفل عليك. صباح الجميل. يعني بتعملي كل حاجة، يعني بتعملي في شغلك وبتعملي نشاط اجتماعي وبتعملي أكتر من حاجة، بتلاقي وقت للحاجات دي إزاي؟ نفس السؤال أي حد بيشوفني يقول. طبعا أنا نفسي يعني بحس إن أنا بعد ما بخلص اليوم بقول يا اليوم فيه بركة يعني. الحمد لله. يعني بتعرفي تنظمي وقتك. ده علم كبير اساسا اسمه تنظيم الوقت، لو احنا استغلنا وقتنا صح هنقدر هنحس ان احنا بنعمل حاجات كتير. صح، هي المساله كلها ازاي ترتبي تنظمي وقتك. مظبوط. خلينا نبتدي طيب مع البحيرات ومجال دراستك اللي هو الجغرافيا. اشمعنى البحيرات اللي اهتميتي بيها؟ انا يعني لما جيت عملت الماجستير يعني فكرت في فكره ان انا عايزه اعمل في الماجستير في اي محميه طبيعيه، لان انا مياله اكتر للفكره البيئيه، ان انا اشوف فكره ان انت تربط ما بين السياحه البيئيه وما بين الدراسات في المحميات، فما فيش اكتر من كده. احنا عندنا محميات كتير قوي في مصر، 30 محميه طبيعيه. فساعتها كانت في مناقشات بيني وبين المشرف طبعا، وانا عايزه اوجه له قبل الحديث عن اي حاجه كل الشكر والامتنان ليه، لان هو بصراحه دايما كان بيوجهني للطريق الصح بالنسبه للرساله وبالنسبه للتعديلات في الرساله. فدكتور السيد الحسيني، فبوجه له كل الشكر والامتنان طبعا. لغايه لما استقرينا على فكره بحيره البرولوس، لان بحيره البرولوس مع الاسف فيها زي مشاكل كتير في البحيرات في مصر، فيها مشاكل كتير من حيث التعديات، من حيث قولي لنا ايه اهم المشاكل اللي بتعاني منها البحيرات في مصر يعني عامه، وبحيره البرولوس ان بارتيكولر يعني. تمام. فكره ان انت عندك 5 بحيرات في مصر طبيعيه، بجانب طبعا البحيرات الاصطناعيه اللي عندنا، عشان ناس كتير بتفتكر ان بحيره ناصر طبيعيه. لا، بحيره ناصر طبعا دي بعد بناء السد العالي. ففكره ان انت عندك حاجه طبيعيه، فانت ايه هم الخمسه دي؟ عندنا منزله، دي اكبر بحيره، برولوس، قارون، ادكو، والبهدويل. بهدويل دي في شمال سيناء. تمام. انا ما اعرفش ادكو دي، يعني انا سمعت ادكو في اسكندريه، في وعليها مشاكل كتير جدا الفتره دي، وربنا يستر ما تبقاش جافه خالص يعني. ايه اهم المشكلات بقى اللي بتعاني منها البلد؟ الكومنز كلها ما بينهم هم الخمسه. التجفيف، المساحه بتقل، وبالتالي لما المساحه بتقل كميه الميه بتقل، بجانب التعديات من حيث السكان نفسهم. يعني احنا هنتكلم دلوقتي مثلا عن بحيره البرولوس. بحيره البرولوس انا لما سافرت عملت 5 دراسات ميدانيه. دي تعتبر في الدلتا صح؟ في كفر الشيخ. هي معظمهم في الدلتا، يعني معظم البحيرات دي موجوده في منطقه الدلتا يعني. ما عدا قارون في اللي هي في خوف اصلا من انحسار المياه عنها. غرق الدلتا والتغير كلايمت تشينج. غرق ولا انحسار؟ لا، هو دلوقتي احنا بنتكلم في حوالي من هنا، دي طبعا الابحاث العلميه 40 سنه، ان في حته غرق الدلتا. انت عندك تغيرات مناخيه، فالتغيرات المناخيه دي ظاهره عالميه مش على مصر بس. فبالتالي هم بيحاولوا دلوقتي كل الجهات المعنيه بحمايه الشواطئ وفي وزاره الري عندنا ان هم يعملوا دراسات مستقبليه علشان يحاولوا ان هم انقاذ الدلتا. وده مشروع على فكره اعتقد هيبقى مشروع تبع برضو رئاسه الوزراء، لانه لازم يبقى في اهتمام بيه اكبر من كده. في يعني في حاجات ابتدت تتعمل، اجراءات طبعا فعاليه. يعني احنا عندنا في رشيد اعتقد، عشان الرشيد برضو عند الدلتا ومصب رشيد كان فيه فكره ان هو كان هيتقفل زي دمياط، لان فرع دمياط بدا يقل. بدات الفتحه بتاعته تتقفل. فرشيد لا، حطوا الحواجز الخرسانيه. واسكندريه حتى لو انت روحتي اسكندريه هتلاقي دايما حواجز خرسانيه في على طول الشاطئ بتاع اسكندريه. الفكره مش ان انا بحط مجموعه احجار او حاجه هنا وخلاص، لا، احنا بنحط في الحته دي عشان الحته دي
يعني ممكن تغرق او ممكن البحر يطلع عليها فتغرق. وده اللي بنشوفه في الشتاء في اسكندريه. طبعا البحر بيطلع. فدي دراسات، لا دي دراسات علميه كبيره. طب خلينا نرجع للبحيرات. بحيره بورولوس. بحيره بورولوس هي مشكلتها انا لما قستها درستها بنظم المعلومات الجغرافيه والاستشعار عن بعد، استخدمت صور اقمار صناعيه من 1972 ل 2016. قسمتهم بقى كاتيجوريز. اول حاجه المساحه بتقل، وده بسبب دي حاجه علميه برضو، حاجه يعني منذ قديم الازل لما انشئ السد العالي. فالسد العالي انت عندك الفكره كلها، انت السد العالي قبل ما يتبني انت كان بيجيلك طمي النيل كبير جدا على البحر المتوسط. فدلوقتي ده سبحان الله هو ده ظاهره طبيعيه على فكره. الطمي ده بيقف امام اي حاجه تاكل الدلتا من الرياح والبحر. فما بقاش في طمي بيجي، فبالتالي الحاجه فوق الدلتا عماله ظاهره التاكل بقى سريع قوي عليها. فبدانا نحط اللي هي زي ما قلت لحضرتك اللي هي الحواجز الخرسانيه. نيجي لنقطه تانية مهمه جدا، مشروعات استصلاح الاراضي الزراعيه في سنه 80 خصوصا في شرق البحيره، في مشروع اسمه كان الحمول. بياخدوا خدوا من البحيره، يعني اسمه ايه؟ مشروع الحمول استصلاح الارض الزراعيه. خدوا من البحيره يعني ايه؟ استقطعوا جزء منها، جففوها. جففوا البحيره؟ جففوا البحيره وبنوا عليها؟ وعملوا استصلاح اراضي زراعيه. قصدي وعملوا زراعه عليها ازاي يعني؟ ده الحمول، ما ده دي مشروعات قوام. انا مش عارفه ايه ده؟ لا هي تبع وزاره الزراعه. ده الحمول وموتوبس بالناحيه غير الغرب. انا بقول لك تعديل. خدوا من هنا ومن هنا وعملوا استصلاح اراضي. هل ده مفيد للزراعه في حاجه يعني ولا هي الفكره إيه؟ هو ليه المكان ده بالذات؟ يعني احنا عندنا اماكن فاضيه ممكن نستثمر فيها اكتر. انما انا اخد عشان الطمي يعني، وهي ارض رطبه. طب ماشي، ما انا باخد حاجه على حساب حاجه. في على فكره منظمات دوليه. قد ايه الجزء المستقطع ده يعني؟ حاليا اعتقد يعني 14000 فدان استقطعوا. كتير جدا على فكره. البحيره قد ايه اصلا؟ كانت 1902 لما قستها كانت 1092 كيلومتر. حاليا 415 كيلومتر مربع. ياه. ده بفعل العوامل الطبيعيه ولا بفعل ايه بقى؟ دي تالت عامل بقى، ودي الكارثه الكبيره. الناس خصوصا في الجزء بتاع الشخلوبه في الجنوب بيجففوا ويعملوا مزارع سمكيه او يعملوا اراضي زراعيه غير قانونيه. بس بعد الثوره بدأت طبعا كل التعديات دي يتقضي عليها، وكل الحاجات اللي هي غير رسمية يعيدوا مساحة البحيرة تاني ليها. دي مأساة كبيرة. طب ايه مدى بقى تفهم الدولة اللي بيحصل ده وتعاونهم مع الباحثين يعني؟ مدى تفهم ان انت عندك بحث اتطبق بنتائج، طلع بنتائج مهمة فاتاخد يعني الحمد لله. هو بحث اتاخد في من اكتر من جهة، اول جهة وزارة البيئة، تاني جهة هو مشروع إنقاذ بحيرات المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحمد لله شغالين. كويس قوي يعني. لا شغالين الحمد لله. بيستعينوا بالأبحاث بتاعتكم. الحمد لله. كويس الحمد جدا. ما هو ده اللي لازم. بصي البحث العلمي هو ده فكرته، أنت بتعمل بحث علمي عشان يتطبق، عشان تساعد في سواء التنمية الاقتصادية أو في البيئة. بالظبط. وبعدين احنا مشاركين معانا كل الوزارات المصرية اللي ليها علاقة بوزارة الزراعة اللي هي الهيئة العامة للثروة السمكية، وزارة الري عشان برضه المصارف اللي موجودة. لا حاجات كتير. طب كويس قوي. طب خلينا نشوف بقى ايه الجائزة دي، ايه المسابقة اللي حصلت في اليابان دي، وايه الجائزه اللي انت حصلت عليها؟ انا الحمد لله سافرت اليابان في شهر 11، كانت عباره عن ايه دي ندى؟ ده كان مؤتمر تاني في شرم الشيخ، كان برضو مشارك فيه 80 باحث وخدت افضل بحث. كان مؤتمر دولي للتنميه والمساحه في شرم الشيخ. شرم الشيخ. برافو. الفكره كلها لما سافرت اليابان احنا كنا 20 مشترك من جميع دول العالم، من انحاء العالم. كلنا كنا يعني فوكس على المياه، يعني كل واحد عنده بحث عن مياه. فانا لما بعتوا لي وسافرت، سافرت عشان اقارن ما بين بحيره بورولوس وبحيره بويا دي في كيوتو في اليابان. كيوتو في اليابان. فانا سافرت ببحثي في نفس الوقت، هم ودوني، هم كانوا رحله، ده الكفر بتاع البحث. وبس سافرت، لما سافرت عرضت بحثي وبعدين رحت كيوتو عملت دراسه ميدانيه في بويا ليك. انت عملتي كمان دراسه عندهم ليهم يعني؟ قارنت من ده ومن ده مقارنة. وشفت ان هم قدروا يحلوا المشاكل بتاعه البحيره بتاعتهم. قدروا ازاي بقى؟ هي نفس المشاكل بتاعه بحيره البرونز؟ مشاكل البحيره كلها واحده. لا مشاكل البحيره مستحيل يكونوا كانوا بيزرعوا على البحيره. لا مستحيل. اكيد يعني ده ايجيبشن ستايل. هي الحاجه الوحيده اللي فعلا مش مشتركين فيها التعديات.
بس الظروف الطبيعيه واحده. الظروف الطبيعيه عادي. الحاجات التاتش بتاعنا بقى احنا نحب. بصي انا شايفه انت يعني القانون يتفعل صح، محدش هيقدر يتعدى على اي حاجه في مصر خالص، صح. مش بس بحروب وما يبقاش في خيار وفقوس، يعني اصل هو الناس بتحس بالزبط. ان في خيار وفقوس، يعني في ناس بيتطبق عليها القانون بحزم شديد جدا وناس بيطنش عنها القانون. بالظبط، اصل القانون ما فيهوش كده، انت هتطبقه على كل ال بالظبط بالظبط فئات المجتمع. نرجع لما سافرت بقى لبويا ليك، فشفت بقى هم قدروا يعملوا ايه والتكنيكالز اللي عندهم برضو، الريموت سينسينج والجي اي اس اللي هو نظم علامات الجغرافيه. وقبلها سافرت كمان اسبانيا، انا برضو ترشحت من قبل الوزاره عندي. سافرت اسبانيا، وزاره ايه؟ وزاره الري. مشروع دولي بيننا وبين يعني الوزاره. وشفت في فالنسيا، سافرت البحيره هناك وشفت برضو، كانت البحيره بقى مش دي كانت يعني لا أسوأ من عندنا كمان. وكان دي المصدر الوحيد للميه هناك، قدروا يعالجوها وناس بتشرب منها. ايه اللي ناقصنا عشان نعرف نعمل؟ خليني طيب قبل ما اتكلم في الحكايه دي اعرف انضمامك للجنه انقاذ بحيرات مصر بقى، وانت من الاعضاء الفاعلين جدا في اللجنه دي. اولا اللجنه دي بقى لها كام سنه؟ يعني من احنا في 2016 يعني خد قرار، طلع قرار 2016 ان البحيره ان اللجنه تشكل اللجنه، و2017 اشتركت معاهم. بس طبعا دورها ايه اللجنه دي؟ دورها بحث علمي بحت. من قبل وزاره التعليم العالي، فكل الابحاث العلميه وكل اللي ليهم ابحاث ودراسه مهمه في بحيره البرولوس. في نفس الوقت بتبقى تحت الامبريلا لكل وزاره. بس في البرولوس؟ احنا دلوقتي، ما هي المشروع انقاذ بحيرات مصر، بس احنا ابتدينا بالبرولوس. احنا هنمشي ستيب باي ستيب. لان بنلحق البرولوس قبل ما تروح مننا فعلا. هي بس التآكل مشكلتها، بس في التآكل؟ لا انا زي ما قلت لحضرتك، مشكلتها التآكل، مشكلتها التعديات، مشكلتها الصرف. احنا في اكتر من 11 مصرف بيرمي في بحيره البرولوس، بس بعدم وجود فلتريشن او التصفيه او انقاء الميه اللي بتنزل على المصرف على البحيره. بس فدي كلها كل واحد بيبقى فوكس على تخصصه. فمثلا التغيرات البيئيه والتنوع البيولوجي والمصارف اللي موجوده. وحاطين، هل انتوا حاطين يعني جدول زمني للحاجات طبعا دي؟ طبعا يعني طبعا. ايه الجدول الزمني المحطوط لانقاذ بحيره البرولوس؟ احنا اوريدي تم افتتاح بركه غلوين يعني ولا الحمد لله. بتتقال عليها ايه؟ اخر لا بحيرات، بحيره واحده، هم كلهم البحيرات ولا مجموعه بحيرات؟ لا البرولوس، لا بحيره، بحيره واحده. اخر حاجه كان المشروع بركه غلوين اللي اتفتحت، اللي هو اكبر مزرعه سمكيه. مزرعه سمكيه ده مشروع رائع، وكان يعني انت استثمرتي ارض كبيره فاضيه جنب بحيره البرولوس، وفي نفس الوقت انت بتفتحي مصدر رزق لجميع انواع الانشطه للثروه السمكيه القانونيه، وفي نفس الوقت الشباب يعني هناك لان خلي بالك انت هناك كفر الشيخ او تحديد الخمس مراكز اللي بتطل على بحيره البرولوس، هي البرولوس والحمول والرياض سيدي سالم وموتوبس، مصدر رزقهم السمك. فانت لما تعملي لهم مصدر دخل دائم، غير لما يطلع بالمركب الصغيره بتاعته وعلى باب الله زي ما بيقولوا فعلا، ويوم ويوم لا. لكن المزرعه السمكيه بنظام دي تساعد، دي تعمل مساعده للبحيره في ايه؟ يعني دي تفيد البحيره في ما هو انت فكرتها ان انت بتعملي مزارع سمكيه من البحيره، يعني هي الفكره كلها كده. يعني تحت امبريلا بحيره البرولوس، ما البركه جنب البحيره على طول. لان احنا عندنا مشكله، يعني هي مصدر الميه من اللي في المزارع السمكيه من من بحيره البرولوس. وغير كده كمان البحيره بدات السمك يتاثر بعوامل الصرف اللي هناك، بدا يموت. فبدات احنا لما شفنا الارقام الاحصائيه لانتاجيه السمك، لا الكيرف بيقل. فاحنا بنحاول طبعا نعلي، ما نقللش. دي بقى تعالوا نعرف مصر. دي مبادره انت عاملاها، مبادره لتنشيط السياحه انت عاملاها. اولا ايه بقى معالمها وليه فكرتي فيها؟ حلوه قوي. Let's explore Egypt. زي ما قلت لك، انا طول عمري بحب السفر جدا، وبحب يعني اعرف، يعني دايما احب اعرف قوي. First hand experience اللي انت تعرفي تكوني رايك من انت من خبرتك الشخصيه. ما بحبش مثلا حد يقول لي المكان ده واخد اللي انت، لا انا احب اروح بنفسي واشوف. احب اشوف. وفعلا العلم كتير بالعكس، ممكن تغيري رايي. صح، بتغيري رايك في اوقات كتير. ممكن تكون بقى عوامل ثانيه هي اللي خلتك تاخدي الامبريشن ده. تعالوا نعرف مصر. يعني بالنسبه لي دي ماي بيبي، انا بعتبرها والله يعني انا، لان انت لما تفكري ان انت عندك بروجكت وتشتغلي عليه وتبدايه، ف
لا تبقى حاجة لطيفة. أنا ابتديت من 2014 اه والحمد لله لفينا مصر كلها، والجروب على الفيسبوك ولفينا مصر كلها فعلا وعرفنا مصر. دي صورة كنا في صحراء المماليك دي ايه والمسجد اللي ده مش وراه، شارع المعز لا دي بجد؟ خلف الدراسة، اه دي متحف في التراث في الواحات البحرية، وده متحف رائع بقى، متحف المجوهرات الملكية في اسكندرية، اه ده رائع. برضو الصورة دي. فالجروب أنا ابتديته 2014 ويوم السبت الحمد لله احنا كنا في رحلة رقم 87، اه 87 رحلة. 87 رحلة الحمد لله. ايه أهم الأماكن اللي بتروحوها؟ هل بتروحوا الأماكن اللي هي السياحية المعتادة المعروفة لا ولا خالص، بتحاولوا تكسبلور؟ يعني مثلا الصورة دي، معلش هقطع حضرتك، آه. الصورة دي احنا كنا ورانا ده دير المحرق في أسيوط، اه زرنا دير المحرق ودرونكا، رحلة العالم المقدسة. ايوه، لأن فالفكرة هاجي كلها معاكوا انت بقى. لما انت بتقولي للناس احنا هنروح المكان ده، فالناس تقول ايه ده، هي اسيوط فيها ايه؟ لا دي اسيوط فيها كتير. فيها كتير، كل حتة في مصر فيها، الهرم والمنيا ده فيها، مثلا، وكل ده مش حتة الهرم فيها. خوفو ولا خفرع، ده هرم دهشور. حتى فكرة الاهرامات، انت بتيجي تجيب فكرة الاهرامات خلاص اهرامات الجيزة، اهرامات لا الجيزة. احنا عندنا اهرامات كتير جدا في مصر، ميدوم ودهشور وسقارة. فالفكرة ان انت تعالوا نعرف مصر حقيقي، هي دي معناها ان انت بتعرفي مصر. دي تعالوا نعرف مصر الاقصر، اللي مش اللي في الصور اللي احنا لا عارفينها، يعني خالص لا. في اكتر كتير كتير كده، you have to dig، يعني لازم تقعد تحفر بالظبط، كده دي وادي وتدور دجلة، على مصر. محمية وادي دجلة في معادي. بس فهي الفكرة كلها انت برضو بتعملي، بتربطي كل اللي انت بتعمليه ببعض، الدراسة بالحاجة اللي بتحبيها بالمعرفة، فكله لينكد انتي ببعض. ربطتهم ببعض، لان انتي الحمد لله دراسات يعني دراستك شبه الاهتمام بتاعك، ليه علاقة، كله ليه علاقة. يعني الحمد ايه لله. المنطقة المفضلة في مصر عندك؟ ياه هتزعلي ناس كتير مني. لا لا، ليه انتي ده الناس انتي كلها. كل واحد حر. انا انا بميل بحب سيوة اكتر، مثلا. انا بحب سيوه طبعا، يعني انا اي محميه طبيعيه بحبها، بس انا بحب النوبه، النوبه احنا رايحينها الاسبوع الجاي ان شاء الله، وبحب قوي قوي الدخله. واحدة الدخلة دي انا فاضله لي بقى، دي ما واحه رحتهاش. الدخله دي مكان رائع جدا جدا، ايه ومن اللي الحق بيميزها؟ انتي ماشيه في تاريخ، انا اي مكان ليه علاقه بالتاريخ بحس ان انا بتخيل نفسي في المكان ده ايام زمان. يعني انا زي مثلا، انا برضو من الاماكن اللي بحبها جدا مدينه القصير في البحر الاحمر، دي مدينه، دي ثروه، دي رائعه جميله جدا احنا جدا ما فيها. نعرفش عنها كتير، يعني ايه واتسمت المميز القصير فيها؟ كمان علشان هي اقصر طريق ما بين البحر الاحمر والصعيد. احنا الرحله دي رحنا فيها 3 ايام، هي رحنا القصير ورحنا الاقصر ورحنا هنا معبد دندره، يعني رحتوا بنستغل من الطرق هنا دي. اللي من ال يعني من البحر الأحمر للصعيد، بالظبط عشان استغلتوا كده اتسمت القصير، القصير. اقصر مسافه ما بين مدينه كفت والبحر الاحمر. وايه المميزة، ايه المميز في المكان؟ الحصن بتاعها، في هناك حصن من ايام سلطان سليم الاول، قلعه. شركه الفوسفات، كان في هناك شركه الطلاينه هم اللي عملوها 1925، وفي هناك كنيسه اثريه قديمه جدا جدا، وفي برضو حاجات زي مثلا البيوت نفسها، انت بتمشي وسط بيوت من ايام طلاينه ما كانوا عايشين، وزي بالظبط بور توفيق وبور فؤاد، فاهمه الفكره؟ والطلاينة كانوا امتى في مصر اصلا؟ 1900، لا هم موجودين من زمان بس هم ابتدوا استثماراتهم في الثلاثينات 1930، استثمارات. لان هم استثمروا في اماكن كتير قوي في مصر، ومنها القصير. كان شركه الفوسفات دي، كانت الشركه دي مصدر الدخل كله لسكان القصير. بس دي معلومات حلوه جدا. انا متهيألي بدعوكم طبعا ان انتوا تتابعوا صفحه ندى، تعالوا اسمها كده، تعالوا اسمها نعرف تعالوا مصر. نعرف مصر على الفيسبوك. هي بتطلع برحلات على طول في انحاء مختلفه من مصر، فهنتعرف بقى معاها على مصر اكتر. ليتس اكسبلور ايجيبت اهو، اكيد في اجانب بيطلعوا معاكم. في طب الحمد كويس لله. قوي. بشكرك جدا يا ندى، ويعني نموذج فريش كده على الصبح جميل بصراحة، ومبسوطة ان انت عارفة تنظمي وقتك وتعملي اكتر من حاجة. نموذج بجد مشرف، لازم تكون قدوة لشباب كتير كلنا، يعني لينا كلنا. ميرسي جدا يا ندى. ندى عبد العزيز كانت معانا النهاردة ضيفة في نهارك سعيد، لكن فقراتنا لسه مستمرة معاكم، وراجعين بعد الفاصل.